كانت ولا تزال أرض الجزيرة العربية موطناً هاماً للتنوع الإحيائي، وهي مسؤولية جعلتها المملكة العربية السعودية على رأس أولوياتها في حماية مقدرات الوطن وتنميتها، وذلك من خلال إنشاء الهيئة السعودية للحياة الفطرية، والتي تطلع بمهام ومسؤوليات جسام. العديد من المحميات الطبيعية التي تكشف عن تنوع بيئي فريد، والكثير من الكائنات الفطرية والتنوع الإحيائي، إضافة لما تتميز به من غطاء نباتي مدهش. الوضيحي أو المها العربي أحد أشهر الحيوانات المهددة بالانقراض والحاضر في الوجدان العربي القديم، كذلك طائر النعام وظبي الريم والإدمي، والتي تسعى الهيئة بجهود حثيثة وبرامج متقدمة لإنقاذها وضمان تكاثرها. وفي جزر فرسان العديد من البرامج المتقدمة لمواكبة الحماية الفطرية للكائنات البحرية والبرية هناك، حيث الظبي الفرساني والطيور المهاجرة والسلاحف المهددة بالانقراض. ناهيك عن البرامج المتنوعة للأحياء البحرية، سواء تلك التي على الشواطئ كأشجار القرم والقندل، أو تلك التي في الماء كالشعاب المرجانية التي تم تسجيل 60 نوعاً مرجانياً منها في الخليج العربي و275 نوعاً في البحر الأحمر. تحرص الهيئة على مشاركة المواطن في الحفاظ على الحياة الفطرية باعتبارها ثروة لا تقدر بثمن، لتستمر لأجيالنا القادمة. إن حماية مقدرات الطبيعة واجب إنساني، وحفظ ما أبدعه الله يظل أمانة حث عليها ديننا الحنيف.